السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. بقول لا إله إلا الله،
الجمعة خاصة على بر التمام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إخوة الإسلام، إن الله سبحانه وتعالى قد أمر الناس أن يتذكروا أيامه، وأمر بني إسرائيل أن يتذكروا أيامه، فقال الله سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله. فما هي أيام الله سبحانه وتعالى؟ حين أنجى الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل من فرعون هو يوم من أيام الله. حين أغرق الله فرعون في اليم هو يوم من أيام الله. حين جمع الله سبحانه وتعالى يوسف بأبيه وإخوته هو يوم من أيام الله. حين شفي أيوب من مرضه هو يوم من أيام الله. حين فدى الله سبحانه وتعالى الذبيح إسماعيل بكبش من السماء هو يوم من أيام الله. حين بعث الله سبحانه وتعالى الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا للعالمين، حينما جاءه بسورة اقرأ هو يوم من أيام الله. حينما وقف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة إلى الله علانية ويخاطب المكيين والقرشيين ويقول لهم: هل لكم في كلمة قلتموها صدتم العرب والعجم؟ قالوا: عشر كلمات وأبيك. قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحون. هذا اليوم هو يوم من أيام الله. وحينما أسرى الله سبحانه وتعالى للحبيب محمد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء هو يوم من أيام الله. وحين دخل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة طيبة الطيبة العاصمة القاصمة الناصرة، حينما دخلها هو يوم من أيام الله. وحين رجع إلى مكة فاتحا هو يوم من أيام الله. وحين لقي الحبيب الرفيق الأعلى هو يوم من أيام الله. وكل يوم من هذه الأيام، كل يوم نصر، وكل يوم نعمة، وكل يوم يتنزل فيه أو تتنزل فيه الرحمة على عباد الله هو يوم من أيام الله. ولذلك أيها الإخوة، دائما إن نجح ولدك في الامتحان فهي نعمة عليك، وهو يوم عندك من أيام الله اشكر الله عليه. وإذا مكنك الله وزوجت ولدك فهو يوم من أيام الله، فاحرص أن يكون هذا اليوم خاليا من المعاصي، لأن الله قد أنعم عليك أن شهدت في حياتك زواج ولدك. وإذا أعطاك الله الولد أو أعطى ولدك الولد فهو يوم من أيام الله، أشكر الله على هذا. وإذا أنعم الله عليك أن جمعك بابنك أو أخيك الأسير بعد طول فراق فهو يوم من أيام الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتينا بيوم من أيامه ينعم فيه على جميع الأسرى بالفرج القريب وأن يكونوا بين أهليهم. وإذا وفقنا الله جميعا، وفق المسلمين جميعا لتحرير المسجد الأقصى من جديد وإعادته إلى رقة الإسلام، فإن هذا يوم من أيام الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بحلول هذا اليوم.
أيها الإخوة المسلمون، ونحن في هذه الأيام، في أيام الله المباركة، في أيام العشر من ذي الحجة، وفي هذه الأيام يوم يعتق الله فيه الرقاب من النار، فما من يوم يعتق الله فيه عبدا من النار أكثر مما يعتق في يوم عرفة، فهو يوم عظيم من أيام الله يعتق الله فيه الرقاب، وهو يوم الصيام فيه كما قلنا يكفر سنة ماضية وسنة آتية، فاحرصوا على الصيام فيه. هو يوم ما رؤي الشيطان فيه أو ما رؤي الشيطان أبهى ولا أصغر ولا أحقر ولا أغيب منه مثلما يرى في يوم عرفة، فإن الشيطان قد امتنع عن السجود لآدم حسدا، وإنه يحسد آدم أو يحسد بني آدم على تنزل رحمة الله عليهم في يوم عرفة، فيولي باكيا حقيرا مذعورا مدحورا صغيرا ويقول ويلي ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فأطاع، وأمرت بالسجود فأبيت، فإنه يحصل ابن آدم على تنزل رحمة الله عليه. فهذه أيام الله المباركة، هذه الأيام التي فيها النفحات الرحمانية. فلذلك أيها الإخوة، إن لله أيام، إن لله أياما ولكم أيام، فاحرصوا على أن تكون أيامكم كلها من أيام الله، وإذا أردتم أيامكم أن تكون من أيام الله فإن كل يوم يأتي ينادي يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، اعمل في صالحا فإني لا أعود عليك إلى يوم القيامة. فاحرص على أن تكون أيامك أياما من أيام الله، فيها الطاعات، فيها العبرات تسكب خشية من الله، فيها التلاوة، فيها زيارة المرضى، فيها القيام، فيها الصيام، فيها صلاة الجماعة، فيها ذكر الله، فيها تسبيح الله، فيها الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أيام الله ينبغي أن تكون في بيتك، وينبغي أن تكون في دكانك، وينبغي أن تكون في وظيفتك، وينبغي أن تكون في مدرستك وجامعتك، وفي جميع مناحي حياتك حتى في سيارتك. ينبغي أن تكون أيامك من أيامنا، لأن أيام الله ستتوج بيوم الدين، ومن لم تكن له أيام من أيام الله فماذا سيفعل في يوم الدين؟ فهناك لا واسطة ولا محسوبية، هناك لا رشوة ولا محسوبية، هناك يوم ويوم الدين، مالك يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا اليوم شعاره ليس كشعارات الدنيا، ليس كالذين تضيع حقوقهم في الدنيا، في الدنيا تضيع الحقوق وتقفل القضايا وتسجل ضد مجهول، لأن أصحاب القضايا من ذوي الشأن والرفعة في الدنيا هؤلاء الذين سيأتون يوم القيامة فينطبق عليهم قول الله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم.
ولذلك شعار يوم الدين: أيها المظلوم، يا من كنت ترجو رحمة الله، أيها المظلوم تقدم، أيها الظالم اسكت ولا تتكلم. ولذلك اقرأ من سورة المؤمنون إن شئت قول الله سبحانه وتعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيأتي الجواب من الله، قال: اخسئوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. لذلك احرص على أن تسخر من وسطاء الناس، إياك أن تسخر منهم. فاتخذتموهم سخريا، يا من تسخرون من الناس في المساجد حتى تنسون ذكر الله، تذكروا هذه الآية: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هذا يوم الدين، فاجعلوا أيامكم كلها من أيام الله، واذكروا نعمة الله عليكم لتفوزوا بيوم الدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخوة الإسلام، فإن العشر من ذي الحجة وما تلاه من أيام منى قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منى، في رواية أيام التشريق، أيام أكل وشرب وبعال وذكر لله تعالى. فهذه الأيام، اليوم الأول الصوم فيه حرام، هو يوم ذو الحجة أول أيام العيد الصوم فيه حرام، وبقية الأيام العلماء فيها ذهبوا بين الكراهة والتحريم. أيام منى، بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم، أيام منى أيام أكل وشرب وبعال وذكر لله تعالى. أيضا أيها الإخوة، في هذه الأيام هي من أيام الله سبحانه وتعالى، فليحرص الإنسان فيها. بعض الناس يجعل له من العيد مبررا للمعصية، ويجعل له من العيد مبررا للتقاعس عن العباد. فأيام العيد هي أيام طاعة لله، فهي من أيام الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الإخوة، أذكركم بأمرين. الأمر الأول، يبدأ التكبير لعيد الأضحى من فجر يوم عرفة وحتى عصر اليوم الرابع من أيام العيد. بعد كل صلاة يكبر المسلم، بعد كل صلاة يكبر المسلم تكبيرات العيد.
والأمر الثاني أيها الإخوة الذي أذكركم به أن الشراكة في الأضحية تكون في الأبقار والإبل، الأبقار والإبل، أما في الخراف فإن الإنسان يضحي عن نفسه وعمن هم تحت نفقته ولا يشارك أحدا آخر في ذبح الخراف. أما الأبقار والإبل فيشترك فيها سبعة، كل يأخذ حصته ويعتبر مضحيا. والراجح من أقوال العلماء أنه لا يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة، لأن الجمع يكون بين السنن، والأضحية العلماء قالوا إنها واجبة على مالك نصاب الزكاة، وبعضهم أوصلها إلى الفرض، ولذلك نظر للخلاف الفقهي فيها وفي وجودها فإنه لا يبدأ يجمع بينها وبين العقيقة. واعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وأهله. اللهم هيئ هذه الأمة قائدا ربانيا، ومجاهدا قرآنيا، وخليفة رحمانية يحكمها بكتاب الله ويقودها إلى الفتح القريب والنصر المبين. اللهم خذ كأسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين، وكن عونا لمن كان منهم في أفكة التحقيق والزنازين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم اكل المسلمين في الأرض. اللهم اجعل يأسهم رجاء، واجعل شتاتهم دولة. اللهم وفق شباب الإسلام لأداء الطاعات وأداء الصلاة مع الجماعات. اللهم وفق نساء وبنات المسلمين لتلاوة الكتاب والتزين بالحجاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واسألوه يعطيكم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم.